رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني بدا متحمسا جدا لانتهاز فرصة أول أحد من الشهر الجاري لزيارة الوزارة اللي كان فيها وزير ليعلن دخول القانون الذي طالب بإقراره منذ أن كان وزيرا. دخول هذا القانون حيز التنفيذ، إنه قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الجديد الذي نشر بالجريدة الرسمية في 28 آب من هاي السنة، وعلى غير العادة لم ينفذ كأي قانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، لأنه ضمن فقرة بذيله تقول ينفذ بعد 90 يوم من النشر بالجريدة الرسمية. ومن الطبيعة أن يتحمس السوداني لهذا القانون الذي يعتبره أهم وأبرز إنجازاته وإنجازات حكومته، لكن السوداني بالمؤتمر اللي عقده مع وزير العمل ما تطرق إلى الخطوات التنفيذية لإنجاز هذا القانون المهم والمصيري واللي يتطلب الكثير من التفاصيل المعقدة لإنجازه. فالسوداني ما لبث أن غادر الموضوع ليتحدث عن معاملات الرعاية الاجتماعية والأسر التي شملت بها. هسه خلينا قانون العمل، هل فعلا دخل حيز التنفيذ أم إنه ما زال بالمرحلة الإجرائية لطور التأسيس؟ عمليا الله كفيلكم ما بقت نقابة ولا مؤسسة أو فرد شارك بصياغة هذا القانون إلا واتصلنا به وسألناه عمي شنو الخطوات اللي تمت المباشرة بها بتنفيذ القانون؟ والله ما ندري، لأن وزارة العمل حصرت واجبات التنفيذ بيها، لكن الحقيقة القانون لا ينفذ بالعصا السحرية، لأننا لحد الآن لم نجتز مرحلة الإحصاء بدلالة أن النقابات المعنية تقول لك ما أعرف. فمتى إذن ندخل بمرحلة التأسيس؟ تأسيس دائرة التقاعد والضمان للعمل، وش وقت نحدد الرصيد المطلوب لصرف التقاعد؟ وش وقت نأسس صندوق للعمال؟ وش وقت مباشر بجمع الاشتراكات؟ وش وقت مباشر بشراء وتأسيس الإجراءات؟ وش وقت نوحد أحكام انتقال المنافع بين القطاعين العام والخاص؟ وش وقت نأشر ضمان القطاعات أو ضمانات القطاع المختلط والقطاع التعاوني؟ وش وقت وشلون نباشر الدورات التدريبية لموظفي الدولة اللي راح يقومون بإعداد وإرسال المعلومات؟ وش وقت نبدي برصد الحالة الاجتماعية للمضمون؟ وش وقت نحدد الجهات المسؤولة وذات العلاقة لهذا العمل؟ هل صدق احنا لحد الآن ما ندري منهم أعضاء مجلس إدارة صندوق دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال؟ وعلى فكرة هم عددهم 11 صح، وهاي هم بيها خلاف واختلاف. فمثلا اتحاد المقاولين لازم يمثلوه 2، شلون راح يتم اختيارهم؟ كذلك الحال لاتحاد الصناعات العراقي، وكذلك الحال باتحاد الغرف التجارية. زين، إذا هو البنك المركزي لحد الآن ما انتدب ممثل بالصندوق أو ما انتدب ممثلة بالصندوق، وما ندري ما هو الأمر مع وزارة المالية، فشلون نقول انه الصندوق والدائرة دخلوا حيز التنفيذ؟ بل والحال اكثر تعقيد، مع ضرورة 2 بالصندوق يمثلون اتحادات نقابات العمال وين؟ بالعراق. هاي على كثرتها، فمن يا اتحاد راح يختارون؟ يمكن يسوون انتخابات، ومنو الاتحادات اللي راح تزعل؟ الله اعلم. الى هيج فالشغلة مطولة. ما أدري شلون صرح رئيس الوزراء أنه قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال دخل حيز التنفيذ، وهو لحد الآن لم يمر بكل هذه المراحل التأسيسية، ونقول التأسيسية يعني اسم الله بالطبق قبل أن نقول دخلنا مرحلة التنفيذ. إن شاء الله ندخل مرحلة التنفيذ هسه، بعد سنة، بعد أكثر، ما نعرف.